نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. وارض اللهم عن الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فموضوع حديثنا عن بني إسرائيل، والحديث عن بني إسرائيل له مصادر كثيرة، ولكن المصدر الذي نأنس به ونطمئن إليه هو القرآن الكريم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن الصراع بين العرب واليهود قد يطول سنين عددا، لا نعرف مداها بالضبط ولا نعرف متى يتوقف هذا الصراع، ولكننا على يقين جازم أن هذا الصراع يتوقف بقدر ما يتوب المسلمون إلى ربهم ويرجعون إلى دينهم. فإذا رجع المسلمون اليوم إلى دينهم فإن الصراع سيتوقف غدا، أما إذا رفض المسلمون اعتبار قضية فلسطين قضية دينية وخجلوا من الانتساب إلى دينهم وبعدت الشقة بينهم وبين الإسلام، وظل الشيطان يضحك على ذقونهم، فإن الصراع سيستمر، وربما سيتحقق حلم إسرائيل في تحقيق مملكتهم من الفرات إلى النيل. إن سر في الصراع الدائر بيننا وبين اليهود هو أن المعركة يديرها الطرفان بعقلية تحتاج إلى دراسة وتأمل. أما عقلية بني إسرائيل التي تدير المعركة منذ 75 عاما فهي واضحة، وهم يعتقدون أن الله خلق الكون والشمس والقمر من أجل الأرض، وخلق الأرض من أجل بني آدم، وخلق بني آدم من أجل بني إسرائيل، وإن بني إسرائيل هم الشعب المفضل والجنس المفضل والأمة السيدة الموهوبة التي يجب أن يذعن الناس لها وأن يعنوا لها وأن يذعنوا لسلطانها. وبناء على هذا الفكر فإنهم يعتبرون عودتهم إلى أرض فلسطين وصلاً لماض قد انقطع وإحياءً لتاريخ قد تجمد، وأنهم لا بد أن يقيموا مملكة الله على أرض فلسطين وأن يخضعوا الناس لسلطان رب بني إسرائيل. فالحرب في همهم وعزمهم وحركتهم وسكنتهم إنما هي حرب دينية تمدها أفكار من أدمغة القوم ومشاعر مرتبة في قلوبهم ونفوسهم وأفكارهم، وهم ماضون في هذا الطريق إلى نهايته. ومن البديهي أن الدين بما يعطيه من تعصب ورغبة في النفقة وتحمل الأذى فقد انتصروا في جميع المعارك التي خاضوها ضدنا، ومن البديهي أن ينضم إليهم أعداء الإسلام من الصليبيين والشيوعيين والعلمانيين، فتشابكت الأذرع في كيل اللطمات لنا والبيل منا. ها
هذا هي عقلية بني إسرائيل التي دارت الحرب ولا تزال تديرها منذ 25 و70 عاما. أما العقلية العربية التي دارت الحرب فإن معظمها معظم القيادات كانت ترفض رفضا باتا اعتبار قضية فلسطين قضية دينية، لا، يقولون انها قضية سياسية او استعمارية ولا علاقة للدين بها. فإذا سألتهم هل تعرفون شيئا عن تاريخ اليهود؟ قالوا نعم. هل قرأتم العهد القديم وكيف رسمت خريطة بني إسرائيل من الفرات إلى النيل وقيل لهم هذه أرضكم يجب أن تأخذوها؟ قالوا لا. هل قرأتم التلمود؟ قالوا لا. هل قرأتم تاريخ اليهود في العصور الغابرة؟ قالوا لا. إذن إذا كنتم جهالا فلماذا تفرضون الجهل على شعوبكم؟ حين يأتي رجل عالم يدعي أنه عالم مسلم فسوف تسأله أتعرف شيئا عن القرآن؟ يقول لك لا. أتعرف شيئا عن السنة؟ يقول لا. أتعرف شيئا عن الفقه؟ يقول لا. إذا كيف أنت عالم؟ لقد أدرك هؤلاء الحكام على مدار التاريخ الذين كانوا يصرون على أن المعركة مع بني إسرائيل هي معركة سياسية أو استعمارية، أدركوا كم أنهم كانوا أغبياء، وأن الصراع بيننا وبينه صراع ديني من أجل أن يقيم اليهود مملكة الله على أرض مسلمين فلسطين المسلمة. وهنالك من يقول بأن إسرائيل ألعوبة بيد الاستعمار لضرب النظم التقدمية، وهذا سخ وهراء. لقد استطاعت إسرائيل في 1967 أن تقسم المملكة الأردنية إلى قسمين وأخذت نصفها وأخذت سيناء وأخذت جولان دون مقاومة تذكر. إن الأمر لا يحتاج إلى حرب ضد النظم التقدمية، بل إن هذه النظم يوم تطلق الإسلام وترفض الإيمان والعلم فإنها تكون عميلة لإسرائيل، بل إن الذي أوجد إسرائيل هو بالفوق وعدد من زعماء الدول العربية الخمر الذين يكرهون الإسلام. فمكنوا إسرائيل من أن يقيموا مملكتهم على أرض فلسطين المسلمة. نعود إلى كتاب الله لنحاكم دعاوى اليهود وموقفنا منهم. لقد ادعى اليهود أنهم شعب الله المختار وأنهم الجنس المفضل وأنهم الأمة السيدة الموهوبة وأن الله خلق غير بني إسرائيل وجعلهم حميراً يركبه بني إسرائيل، وكلما نفق حمار ركبوا حماراً غيره. والحقيقة إن الله تعالى قد خلق الناس جميعاً وخلق الناس سواسياً ولم ينشئ علاقة خاصة بينه وبين أي جنس من الناس، كلكم لآدم وآدم من تراب. وإذا كان الله تعالى قد شرف أمتنا في فترة من الفترات أو كرم أمة من الأمم في وقت من الأوقات فذلك لما تمثل فيها من حقائق الإيمان ولما بذلته من تضحيات في سبيل عقيدة التوحيد. وإذا كان الله تعالى قد حمد لبني إسرائيل بعض المواقف فقال ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي أنهم اختيروا وفضلوا على عالم زمانهم. السبب في ذلك أنهم قد دعوا
إلى توحيد الله تعالى في دنيا مليئة بالشرك والوثنية، وقدموا التضحيات من أجل عقيدة التوحيد. فلما جحدوا رسالتهم وكفروا ربهم وفشى ظلمهم سقطوا من عين الله تعالى. وهذا الكلام يحتاج إلى بيان. عندما كان اليهود، كان بنو إسرائيل في وادي مصر، وقع عليهم من العذاب ما وقع، والقرآن يحكي لنا هذا الحوار. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هكذا هو ديهتم اليهود على مدار التاريخ، قتل أولادهم قتل النساء، وهم الشهداء اليوم 70% منهم كلهم من الأطفال والنساء. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ماذا قال بنو إسرائيل؟ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ماذا قال لهم موسى؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إن الله تعالى إذا أخلف أمة من الأمم جاء بغيرها من الأمم لا لتعمل ما تشاء، بل لينظر ماذا تعمل فينظر ماذا تعملون. فإن عملت خيرا كافأها، وإن عملت شرا عاقبها. هذا الكلام الذي قاله الله تعالى لبني إسرائيل قاله للمسلمين. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لنعلم كيف تعملون. نفس ما قيل لليهود قيل للمسلمين. إن الله لا يحارب ولا يظلم أحدا، إنما يترك للشعوب تصنع ما تعمل ويصنع بها ما تستحق. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لقد نشأ اليوم في أرض فلسطين جيل جديد، جيل تربى في المساجد، جيل تربى على القرآن، جيل تخرج من مدرسة محمد صلوات الله عليه وسلامه، جيل عشق القضية، جيل أرضعت الأمهات قضية فلسطين مع اللبن، فزهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة، لم ينظروا إلى الأموال ولا إلى الزوجات وإلى الأولاد، نظروا إلى ما عند الله. وعلى كلمة الله أكبر حدث طوفان الأقصى. لقد أذل هذا الطوفان الإسرائيليين، مرغ أنوفهم في التراب، دحرجهم في مهام التعاسة، حطم كبرياءهم، جعلهم ألعوبة وأضحوكة للشعوب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، خرجوا لهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، من السماء من الأرض من البحر، فأظهروا الدنيا ومرّوا كرامة اليهود. وعلى كلمة الله أكبر كان النصر عظيم وكان الفتح الكبير. على كلمة الله أكبر استدار المفتاح الديني في القلب العربي فانفتح. ولكن يجب أن نعلم أن كلمة الله أكبر ليس كلمة تقال وينتهي الأمر، لا، كلمة الله أكبر نفتتح بها الصلاة، فالذي لا يصلي تكبيرات ضائعة في الهواء يجب أن يتعلم أن يقولها في الصلاة. إن الذي يجلس على كرسي الحكم يجب أن يعلم أنه خادم للشعب
بخيركم. كلمة الله أكبر نفتتح فيها المدرسة لتكون التربية الإسلامية. كلمة الله أكبر نفتتح فيها الجامعة لننشئ جيلا من الرجال المسلمين. كلمة الله أكبر تقوم علي العلاقة بين الزوج وزوجته، فلا يظلمها ولا يضربها ولا يغتصب حقوقها ولا تخونه في نفسها وماله. كلمة الله أكبر نفتتح بها المحاكم إيمانا بإقامة العدل والفرد بين الناس. كلمة الله أكبر نفتتح بها مؤتمراتنا واجتماعاتنا بما يعزز حاضرنا ويضمن مستقبل أولادنا. وأخيرا أقول لكم إن هؤلاء اليهود يستحيل ما بقوا على ظهر هذه الأرض أن يكون له كلام محترم أو ذمة محمودة. يستحيل أن هؤلاء اليهود أن يتركوا قضية فلسطين، فلا بد من سحق هذه العصابة التي تعتمد على دينها برجال تربى في المساجد، برجال تتخرج من مدرسة محمد صلوات الله عليه وسلامه. إن الصراع طويل، لأن ما فسد في 75 عاما لا يمكن أن ينصلح في 75 ساعة أو 75 يوما. لا، إن الزمن جزء من العلاج، وإن أمتنا تحتاج إلى وقت طويل، ولكن حين نصابر الأيام ونرجع إلى الله تعالى فإن النصر لنا، وإلا فإن الأمر جد خطير، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب حمده، الصلاة والسلام على من لا نبي من بعده. فقد قال الله تعالى قولا كريما تعظيما لحق نبينا وتكريما وتعليما لنا وتفهيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد القائل: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فينتصروا عليهم، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. أيها الأخوة، سيلتقي طوفان العابرية مع طوفان الأقصى نصرة لأهلنا المجاهدين في فلسطين، نصرة لأهل غزة. فأنتم مدعوون إلى وقفة بعد الصلاة مباشرة في ساحة الموت. نقول كلمة لله تعالى، هذه وقفة لله سبحانه وتعالى، يجب أن تقفوها وتبتغوا أجرها من الله، لأننا مكلفون شرعا أن ننصرهم ولو بالكلمة. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وفقنا لاتباعه، وأرنا الباطل باطلا وفقنا لإزاحته واجتنابه. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فاجعل دائرة السوء. اللهم لا تأمنا مكرك، ولا تولنا غيرك، ولا تنزع عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم فك أسرنا وأسرانا. اللهم انزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم اقبل شهداءهم، اللهم شافي جرحاهم. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر،